السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم جبر الخواطر، وعنوان حلقة النهاردة: جبر بخاطر أمه يوم فرحه. طفل صغير مات أبوه ولسه في سنة تانية ابتدائي، فقررت أمه، هي البنت اللي كانت لسه في ريعان شبابها وجمالها، قررت إنها تعيش حياتها كلها لابنها وإنها ترفض أي زواج بعد وفاة زوجها. المهم عاشت لحد ما ابنها كبر ما شاء الله وبقى دكتور معروف، اللهم بارك يا رب العالمين، ووقع اختياره على زوجته إنها تكون طبيبة زميلته في نفس المستشفى. فهو أخبر زوجته أول حاجة، قال لها: أول حاجة أنا ماليش في الدنيا غير أمي، فأمي هتعيش معانا في بيتنا. فرحبت الطبيبة اللي هي زوجته بفضل الله سبحانه وتعالى، وكانت المفاجأة الكبيرة في يوم الفرح. يوم الفرح حبايبي والمعازيم كلهم موجودين والعيلتين قاعدين وفرحانين والدنيا كلها فرحانه بيهم. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الشاب ده يطلع علبه الشبكه، ما شاء الله شبكه ثمينه جدا وغاليه جدا، ويقول لهم: دي شبكه العروسه. ثم اخرج علبه اخرى وقال لهم: ودي شبكه امي. وقرر ان هو يلبس امه الشبكه بتاعتها قبل شبكه العروسه، وكانت نفس الشبكه، زي ما جاب هنا خاتم جاب هنا خاتم، زي ما جاب سلسله جاب سلسله، كل الشبكه كامله زي ما جاب لزوجته جاب لامه. قال لهم: كان لازم اكبر بخاطر امي في اليوم دوت، لان امي هي فرحتي وانا فرحتها الوحيده، كرست حياتها وعاشت وضحت عشاني، فكان لابد ادخل عليها الفرحه النهارده. فجبر بخاطر امه، فامه بكت من شده الفرحه وقالت له: ربنا يجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطر الناس، ستني تعب السنين كلها، اجبروا بخاطر الناس عشان ربنا يجبر بخاطركم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا كيف نجبر بخواطر الناس جميعا من حولنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.